السلام عليكم خوتي، كي دايرين؟ مزيان صحيح على باس؟ كيفاش غادي مع هذا الحجر الصحي؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. المهم اخوتي، كما كتعرفوا هذا اول فيديو لي غادي نبدا نهضر فيه، وبغيت نشارك سميتو نستغل الفرصه ونشارك معكم ان شاء الله كيفاش غادي نقاد الميني استوديو ديالي عندي في الدار. وان شاء الله غادي نبداو ايطاب باغ ايطاب حتى نوصل لاخر مرحله اللي هي النهائيه، وغادي نشوفوا كيفاش غادي يجي ان شاء الله. المهم اخوتي، انا غادي نوريكم الاستوديو، راه ما كانتش فيه لا صباغه، ما كانتش فيه لا زليج، ما كان فيه والو. يلا دابا تقريبا دابا 3 ايام باش بديت، كان عليا نصور لكم في الاول ولكن من بعد عجبتني الفكره. المهم اخوتي، ها انتما البيت شي جنب المهم صغير، حتى كان فيه الباكاج خلاص، انايا الصباغه وداكشي خلاص، راه ما كان الزليج ما كان والو، راه كانت الارض كلها تراب. يلا بدينا ان شاء الله، دابا يلا بدينا كنديرو الكوش الاول الكوش الثاني، باش يلا يبان مع الاكليراج والضو ان شاء الله. اليوم جينا ان شاء الله نشوف شي دريه ان شاء الله اللي غادي تجينا مع البيت مزيان ان شاء الله. خليكم معنا. انا خوتي سرينا ان شاء الله دريات واحد البوله ان شاء الله غادي نركبوها نشوف كيفاش غادي ندير. خليكم معنا.
الجو ديال لابون، ان شاء الله نقدو واحد الديكور زوين هنايا على حساب لو سون. خليكم معانا معانا نوفل هنايا. خليكم معنا وصلنا اختار
الافكار هو مول البريزونطاسيون ديال كلشي. شكرا ليه بزاف على هادشي هذا. عينو فين.